إذا أردت أن تعيش سعيدا فلا تدقق في كل شيء، لا تحرص على اكتشاف الآخرين أكثر من اللازم، ودع الملك للمالك والخلق للخالق، وكن ثريا بأخلاقك، غنيا بقناعتك، كبيرا بتواضعك. كلما نضجنا كلما اكتشفنا أننا لا نريد أن نكون الأفضل ولا الأجمل، بل نريد أن نعيش في هدوء وراحة بال ورضا وقناعة وتصالح مع الذات. والله العظيم يا إخوة، الحياة أقصر من أن نضيعها في المشاكل. عيشوا حياتكم بطمأنينة. أكثر الناس طولا للأعمار هم أصحاب راحة البال. يقول الله عز وجل عن راحة البال: سيهديهم ويصلح بالهم. صلاح البال هو أن تنام قرير العين، هو أن تنام ملء جفونك، وأنت نائم تشعر أنك ما ظلمت إنسانا، تشعر أنك ما بنيت مجدك على أنقاض الناس، ولا عزك على إذلالهم، ولا غناك على إفقارهم. ما بثثت الرعب في قلوبهم، ولا ابتززت أموالهم، ولا انتهكت أعراضهم، ولا فرقت بينهم، مصدر أمن للناس. حينئذ إذا كانت فيك هذه الصفات، فإن الله سبحانه وتعالى سوف يمن عليك براحة البال. وختاما لا يسعني إلا أن أقول: اللهم إنا نسألك عيش السعداء وموت الشهداء ومرافقة الأنبياء حتى الملتقى، لكم مني أطيب المنى.